في لحظة بتعدي بتسأل نفسك انت مين؟ انا كل موقف واجهته وتعاملت معه بطريقتي، انا الناس اللي رغم المسافة والاختلاف عرفت اكون واحد منهم. انا المجال اللي كبرت فيه وسبته عشان الاقي نفسي من جديد. انا من اعلى مكان في العالم قررت أوصل صوتي وأقول لك اعمل اللي انت عايزه. أنا عمر سمر، اخترت أكون هنا. انت عاوز تبقى ايه؟ سبرايت. أنا كده.